عليكم اليوم بسوي معاكم ان شاء الله الدجاج بالبرتقال. عندي صدور دجاج مغسله ونظيفه قصصتها بهالطريقه، اضيف عليها بسم الله الملح، ملح اكيد حسب ما تحبون، وبضيف فلفل اسود، حطيت ثوم وزنجبيل، وبحط تقريب الفنجان من عصير البرتقال، واقلب المكونات مع بعض، واخلي الدجاج يقعد بالتتبيلة أقل شيء ربع ساعة إلى نص ساعة. الحين أغطي الدجاج، راح أخليه بس ربع ساعة. والحين بسوي خليط حق الدجاج حتى أحطه معاه، وبعدين أحمره بالزيت. عندي ملعقتين نشا، ملعقتين طحين، أو تحطون حسب كمية الدجاج اللي بتسوون. وبضيف عليه مياه غازية، بسم الله، راح أضيف بالتدريج وأخلط. وبعد ما يتجانس الطحين مع النشا، وهذا هو القوام المطلوب، الحين راح أضيف الدجاج. حطيت الدجاج بالتتبيلة اللي فيه على خليط الطحين والنشا، وأقلب لحد ما يتغلب الدجاج بالخلطة. حطيت ملعقة من البيكنج بودر وأكمل خلط. وخلاص الدجاج صار جاهز إني أحمره بالزيت. وخلاص سخنت الزيت وأقلي قطع الدجاج، بسم الله. وبعد ما خلصنا من تحمير الدجاج، الحين راح اسوي الصوص. حطيت شويه زيت، حطيت قطعه زبده تقريبا ملعقه، اخليه من يسخن الزيت وتذوب الزبده. ذابت الزبده، اضيف شويه ثوم مع زنجبيل واحمس، شيء بسيط بس لين تطلع ريحه الثوم. طلعت ريحه الثوم، الحين بسم الله اضيف عصير البرتقال، وبحط بسم الله تقريبا 3 ملاعق من الصويا صوص الحلوة. صويا صوص الحلوة، هاي الصويا الحالية يعني، لو استخدمتوا صويا صوص العادية تضيفون معاه سكر بني. وبحط تقريبا ربع كوب صوص ورشستر، وبضيف شوية من الخل تقريبا ملعقة كبيرة، وبحط مبشور برتقال، وبضيف العسل، العسل تقريبا ملعقة كبيرة. أنا راح أضيف العسل الأبيض، أنتم ممكن تستخدمون أي نوع عسل عادي. وبضيف قليل من الملح، ما أكثر، لأن الدجاج سبق ملحناه والصوصات اللي حطيناها فيها ملح. أقلب شوي وأضيف عليه النشا، بحط بعد سمسم يكون محمص. خليه يطبخ عدل لين تتداخل النكهات مع بعض. والحين بسم الله أضيف النشا، حطيت ملعقة كبيرة، ذوبتها بشوية ماي، وأقلب، خليه لين يتقل الخليط.
هذا الصوص ما شاء الله تبارك الله صار جاهز. يلا حطيه الحين نضيف بسم الله الدجاج. شوفوا اللذاذة، شوفوا بس شوفوا اللذاذة هني على قلبهم اللي بياكلونه، عليهم بالعافية وهني. شوفوا اللذاذة بس شوفوا وهني. دجاج البرتقال بعد ما استوى ما شاء الله تبارك الله خلص. الحين اقول بسم الله اذوق معاكم. حلو ان الواحد يجرب نكهات جديده، اطباق جديده، تغيير. اقول بسم الله. روعه من الاخر. واذا تلاحظون انا زايده الصوص، يعني لا تخلون الصوص بس يدوب اللي تقلبون فيه الدجاج، زيدوه شويه افضل. قنجبه هذه فيها 7000 سعره حراريه باكله. قنجبه هذه فيها 7000 سعره حراريه باكله. بقول لك يعني بعلمك. لا ما تقول ولا تقول يا رجال، كل ما تشتهي نفسك وبس. ليه تقول اللهم لك؟ وشكر الله على النعمه اللي